عملنا فيديو كده من اسبوع او اسبوعين عن الناس اللي هي فان بوي لابل، اللي بتتجه جدا لابل وممكن تدفع كل فلوس عشان تجيب حاجه من براند ابل، بس ما اتكلمناش بقى عن الناس اللي بتحب اندرويد. اكيد في ناس بتحب اندرويد، مش كل العالم كله بيحب ابل، في ناس بتحب اندرويد. فالناس بقى اللي بتحب اندرويد دي بتحب الاندرويد ليه؟ يلا بينا نشوف. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو مره تشوفني انا كريم عارف بقدم محتوى في ستار موتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، وعندي قناه تانية العاب هتعجبك جدا جدا. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. خلينا متفقين ان الاندرويد في ناس كتيره جدا جدا هي فان بوي الاندرويد، بتحب السيستم اندرويد، اذا كان بقى اي شركه، ريلمي، شاومي، اوبو، اي شركه، بس هي بتحب يبقى الجهاز بتاعها كده اندرويد. وانا واحد اهو فان بوي لابل، بقول لكم ان الاندرويد احسن بكتير جدا جدا في ابل في حاجات كده، اللي هو لا الاندرويد طب فيها الابل ما يعرفش اي حاجه فيها خالص. طب الناس بقى الفان بوي الاندرويد او اللي هي بتعشق حاجه اسمها اندرويد بتحب الاندرويد ليه؟ او لو انت عايز تجيب اندرويد هتبقى انت عايز تجيب اندرويد ليه؟ الشخص اللي معاه الفلوس ده ومقرر وواخد قرار ان هو رايح يشتري تليفون اندرويد، هو قرر ان هو عايز يروح يشتري التليفون ده او الاندرويد ده عشان 10 اسباب مش هتخرج منهم خالص. باختلاف بقى الناس، ممكن يكون مثلا واحد عايز يروح يشتري اندرويد عشان السبب الاولاني، في واحد مثلا عايز يشتري اندرويد عشان السبب العاشر، ممكن واحد مثلا عايز مثلا يشتري اندرويد عشان السبب الثاني والخامس كده، بس هم مش هيخرجوا عن ال10 دول. اول حاجه، في ناس بتحب الاندرويد او تشتري اندرويد عشان حرفيا انت ممكن تعمل فيه اي حاجه في بالك. عايز تنزل واتس جولد، عايز تنزل عليه سمات وتغير شكله، عايز تنزل عليه العاب حتى لو بره جوجل بلاي او متجر الالعاب اللي جوه ده، ممكن تنزل العاب اي بي كي وتشغلها عادي جدا، ممكن تنزل اي حاجه مهكره زي الواتس الجولد، او تبقى عندك 2 ابلكيشن اله حاسبه عارفك يا لئيم، عايز تمنتج عليه، عايز اي حاجه حرفيا هتعملها على التليفون ده. تاني حاجه، في ناس بتعشق حاجه اسمها الاندرويد عشان النوتيفيكيشن بس، لو حد اتصل بيك بيجي لك نوتيفيكيشن بس كده بار من فوق ان في حد اتصل بيك وما بيوقفلكش اي حاجه في الجهاز. لو جالك مسج هيجي لك نوتيفيكيشن، لو جالك اي حاجه هو السيستم بتاع التليفون اذا كان بقى شاومي ريلمي اوبو اي حاجه بيسيستم السوفت وير اللي هو يخليك مرتاح وانت بتلعب او بيخليك مرتاح وانت بتعمل اي حاجه، مفيش اي حاجه تعيق الراحه بتاعتك دي. لكن تعالى مثلا في الايفون، انت لو حرفيا بتلعب مثلا ببجي او كول اوف ديوتي او اي لعبه اونلاين وفي حاجه مهمه جدا وحد اتصل بيك، شكرا شكرا حرفيا. عارف ابن اختك الرخم اللي بيجي لك يوم الجمعه كده بتبقى زهقان منه ومخنوق منه؟ هو ده الايفون بيعمله لما يجي حد يتصل بيك، حرفيا بيقفل لك الشاشه خالص، مفيش اي تاتش بيشتغل غير بس اسم اللي بيتصل بيك، ولا ترد لا تكنسل بس. طب انت عايز طب تسيبه، عايز تكمل انت بتعمله؟ لا ترد لا تكنسل، مش هتعمل اي حاجه تاني خالص. طب اللعبه اللي كنت فيها اونلاين، طب الشات اللي كنت فيه، شكرا. استنى بقى يا باشا لما يخلص المكالمه واللي قدامك بقى يحن عليك بقى ويسيبك، وتقوم بقى راجع تاني تعمل حاجه بتاعتك انت. هم حلوا الحوار ده في اي او اس 14 اللي لسه هينزل، بس لحد دلوقتي ولحد تصوير الفيديو ده المشكله دي لسه موجوده. فشركات الاندرويد بتدور على راحه العميل، ان هو بيستخدم الحاجه ومبسوط ومفيش اي حاجه تعيق الراحه بتاعته دي، لكن ابل هي مقفله الحته دي شويه، لا اللي هو جد شويه في الحته دي. ثالث حاجه، الناس بتعشق الاندرويد علشان رخيص، رخيص جدا. ابل تليفوناتها ب 21000 جنيه وب 25000 جنيه، في تليفونات اندرويد وسامسونج ب 25000 جنيه، بس انا بتكلم ان عامه التليفونات هتلاقي تليفون اندرويد في اي فئه سعريه، هتلاقي تليفون من اول 1000 جنيه لحد 25000 جنيه، مش هتلاقي كمان تليفون واحد، لا انت هتلاقي تليفونين وثلاثه في 1000 جنيه، في اوبشنات كتيره جدا جدا عندك. لكن الايفون هو محدود، ده تليفون غالي قوي قوي قوي، لما تستنى لما التليفون ده ينزل عليه تليفون تاني فيرخص شويه، بس ما عندكش اوبشن تاني. رابع حاجه، الناس بتحب الاندرويد وبتعشق حاجه اسمها اندرويد عشان السوفت وير بتاع الاندرويد مليان خصائص، بص متربس خصائص. ممكن تقفل اي ابلكيشن بالفينجر برينت او بالبصمه بتاعتك، ده موجوده في السوفت وير، ممكن تغير السمات زي ما انت عايز، ممكن تغير شكل الايقونات بتاعت التليفون، ممكن تدعم عليه اي حاجه ممكن تدعم، دراعات، ماوس، اي حاجه ممكن تدعم هيدعمها. عايز تفتح 2 ابلكيشن في نفس الوقت ويقسم لك الشاشه، موجوده. عايز تكون مثلا بتعمل حاجه في ابلكيشن مثلا وحد لما يجي يكلمك تبقى بس تاب كده على جنب وترد عليه عادي جدا وتكمل حاجاتك، موجوده. كل ده اصلا برامج انت مش بتنزلها على التليفون، كل ده اصلا خصائص موجوده في السوفت وير بتاع التليفون، انت ما بتعملش اي حاجه، انت بتدخل بس وتفعل الحاجات دي، لكن في ابل مفيش اي حاجه من دي خالص. خامس حاجه، الناس بتشتري اندرويد علشان هو في كذا تليفون في الفئه السعريه، هتلاقي كذا تليفون من 1000 جنيه 2000 جنيه، وهتلاقي كذا تليفون من 2000 جنيه 3000 جنيه، في كل فئه هتلاقي في تليفونات كتيره جدا جدا وفي اوبشنات كتيره جدا جدا انك تجيب الحاجه دي. سادس حاجه، في ناس بتعشق حاجه اسمها اندرويد عشان الديزاينرات بتاعته او اشكاله، بتلاقي ان مثلا في تليفون ازاز، في تليفون بيجيب لك مثلا شكل زد، في تليفون بيجيب لك شكل اكس، في تليفون مثلا الريفلكشن مع الاضاءه بيجيب لك الوان كتيره، لكن الابل هو تليفون مط، لا تختار مثلا من الالوان اللي عندنا اصفر احمر ازرق الكلام ده، لا اما مفيش حاجه ثانيه، مفيش اوبشنات ثانيه. بس خلينا متفقين اللي قبل
هي الديزاينر بتاعتها او الاشكال بتاعتها او الديزاين بتاعها بتاع التليفون جامد جدا جدا ومتين جدا جدا. مش بقول كده ان الاندرويد مثلا مش متين ولا اي حاجه لا، بس بتكلم ان الايفون بريميوم شويه. سابع حاجه الناس بتحب الاندرويد فيها ان هو ممكن تبعت اي حاجه لاي حد اندرويد، لكن احنا كايفون احنا عندنا بس هبعت لك اي حاجه من ايفون لايفون، اير دروب، حاجه اسمها اير دروب في الايفون، هبعت لك اي حاجه بس اهم حاجه تكون ايفون. لكن الاندرويد اي حاجه لاي شركه كانت، ممكن انت مثلا تليفونك اوبو تبعت حاجه لاي حد، تليفونه شاومي، شاومي يبعت اي حاجه لاونر، اونر ريلمي، الكلام ده. بص هو في جدا الاندرويد هي نظام مفتوح، ممكن تبعت اي حاجه لاي حد مهما كان ومهما كانت ايه هي عدد الجيجات بتاعتها او الساعه بتاعتها، لكن في الايفون مفيش الكلام ده خالص. تامن حاجه الناس بتحب الاندرويد فيها ان في شاحن سريع في العلبه. تقريبا معظم التليفونات دلوقتي مليانه شواحن سريعه، بتشحن لك التليفون كله في ساعه ونص، بتشحن لك التليفون كله في ساعه، وكمان البطاريه بتاعتها كبيره قوي 4000 ملي امبير. لكن تعالى الابل بقى، لا هو تليفون بيدعم شحن سريع بس انت تجيب الشاحن، يعني هو بيدعم شحن سريع بس انت تجيب الشاحن. وفي كمان دلوقتي كمان تسريبات بتقول ان الايفون الجديد اللي هو ايفون 12 اللي نازل مش هينزل معاه اصلا شاحن، هو مش يعني انت هتاخده اصلا ما فيهوش اساسا شاحن ولا سماعه، انت تروح تجيب الشاحن والسماعه. فيعني حوار الشاحن والسرعه بتاعت الشاحن والبطاريه الكبيره كل ده هتلاقيها في اندرويد اكتر، هتلاقيها في اندرويد احسن، لكن في الابل لا مش هتلاقيها خالص. تاسع حاجه الناس بتحب اندرويد فيها ان هو بسيط، ممكن والدتي، والدتك، بابايا، باباك، اي حد كبير ممكن يمسكه ويتعامل معاه عادي. لكن والدتي مثلا هتبقى صعبه ان هي تمسك اي او اس عشان هو ملخفن في بعضه وداخل كله في بعضه. لكن الناس الكبيره دي او احنا عموما بنحب الحاجه البسيطه، بنحب الحاجه اللي ما تحكمناش، ما تقيدناش بحاجه معينه، انا ممكن اعمل اي حاجه في التليفون، فالناس بتروح لاندرويد اكتر. فالاندرويد للناس البسيطه، مش معنى كده انا بقلل منهم، لا الاندرويد للناس البسيطه، انت ممكن تفهمه في يوم، لكن مثلا في ناس بتشتري اي او اس ما بتفهمش منه حاجه وبترجعه تاني وتجيب حاجه اندرويد، واعرف ناس كتير جدا جرا في حياتي. فالاندرويد للناس البسيطه. عشر حاجه بقى الناس بتحب فيها الاندرويد ان الاندرويد ما بيمنعكش انك تعمل سبسكرايب في القناه بتاعتي. والله العظيم فعلا جرب كده، اعمل سبسكرايب تحت وفعل زرار الجرس كده واعمل لايك، هتلاقي ان الحوار جامد جدا. فانت اعمل سبسكرايب وما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي يا زميلي، يا زميلي عشان يجيلك اي ابديت في حياتي بس كده. ودي كانت حلقتنا النهارده، دوس يا كوتش، السلام عليكم. We'll be right back.